تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، شهدت مدينة مأرب اليمنية وقفة جماهيرية كبرى بعد صلاة الجمعة، دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر والتي يرتكبها منذ ما يقرب العام. الوقفة التي أقيمت على شارع سبأ وسط مدينة مأرب رحبت باعتماد الأمم المتحدة قرارا يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام. وأكد المشاركون في الوقفة استمرار التضامن ودعم المقاومة الفلسطينية في مواجهتها وتصديها لقوات الاحتلال برغم الفارق في القدرات العسكرية. منذ طوفان الأقصى منذ عام تقريبا، وأبناء اليمن يخرجون في كل مناطق اليمن تنديدا بالمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني. قضية الأقصى لا يمكن أن تثني أبناء اليمن على المعاناة التي يعانوها والآلام الداخلية. سنبقى مع الأقصى، سنتضامن مع الأقصى. أبناء اليمن يرحبون باعتماد الأمم المتحدة، باعتماد الأمم المتحدة قرار يطالب الكيان الصهيوني بإلهاء وجوده غير القانوني في الأراضي المحتلة. نرحب بهذا القرار ونشد على أيديهم يعني إلغاء هذا القرار. كذلك ندين استمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ونطالب العالم العربي والإسلامي بإسناد حقيقي على المستويين الرسمي والشعبي كما هو حاصل في الكثير من البلدان العربية. من مأرب الحضارة والصمود إلى أرض غزة في فلسطين، نقول لكم سيروا ونحن معكم. رسالة نرسلها إلى نتنياهو ونقول له إن شعوب العالم كلها العربية والإسلامية والعالمية أصبحت بفضل الله عز وجل كلها مع الشعب الفلسطيني. يا نتنياهو، يجب عليك أن تقاتل العالم كامل. إن الطوفان الأقصى جعل العالم كله يقف مع الحق، مع الشعب الفلسطيني، مع المستضعفين في غزة والضفة ورام الله. والله أكبر ولله الحمد.